اختيرت اسكندرية عاصمة أو أفضل مدينة، هي المنارة الكبيرة اللي موجودة على المتوسط. نشأت في عيلة بتحب الفن جدا، وجدي كان دايما بيكلمني على الكوميدي فرانسيزا لما جوم اسكندريه، لباليدو مونتي كارلو لما جوم اسكندريه، كان بيكلمني على كل الفنون وعلى راسين وموليير وفيكتور هوجو لانه كان بيحبه جدا، وكان بيحفظني الكوتس بتاعتهم ولي فابلو دي لافونتين. فالحقيقه الفن كان عندنا دايما في العيله، وبالنسبه لنا كان حاجه مهمه جدا. لكن أول ما ابتدينا نقتني الفن ابتديت أشعر بسعادة رهيبة، ونبسط قوي لما بنشتري لوحة بنقتني لوحة. كل كولكتور بيبقى له وجهة نظر في هو عايز يجمع ايه، وهو التنوع ده اللي بيخلي للكولكشنز قيمة. احنا اهتمامنا كان ان احنا نجمع من الفن اللي هو ما كانش مرتبط بالبيئة، أكتر مرتبط بالمصر اللي هي مصر الدولية. دي البيئة اللي أنا طلعت فيها كاسكندرانية، ودي البيئة اللي كانت اسكندرية اللي لحقت منها جزء بسيط من اسكندرية، الكوزموبوليتيزم اللي كان في اسكندرية. اسكندرية وموناكو مدينتين على البحر المتوسط فيهم تشابه كبير، وكان في حوار ما بين الفنانين اللي كانوا عايشين في اسكندرية وعايشين في موناكو في الوقت ده، فالديالوج والحوار اللي دار بينهم، وكان في كتير جدا من الفنانين اللي كانوا عايشين في اسكندرية راحوا عاشوا في موناكو والعكس صحيح. طبعا اللوحة دي لسيف وانلي وباليرينا اللي هو موضوع المفضل المسرح والبروجيكتور الإضاءة وانا صغيرة تعرفت بسيف والي، وكنت بشوفه قاعد في وسط الناس مش مهتم بالحديث، حتى مش مهتم، مش واخد باله من اي حاجة، قاعد بيرسم على علبة سيجارة ساهم في عالم اخر، في عالم ابداعاته. ورحت مرة مع والدي في الاتوليه بتاع سيف والي، وابتدى يفتح وننقي اللي احنا عايزينه، فيعني كان شعور رائع، واني اتعرف عليه واشوف قد ايه هو فنان حساس، وانا في رايي انه من اهم الفنانين اللي ظهروا في مصر. الفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب، البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح. الفنانين الفرنساويين لما كانوا بيروحوا يعملوا تور في فرنسا وإيطاليا كان اسمه لو غران تور، سميه موناكو الأسكندرية لو غران ديتور، يعني الرجوع العظيم، يعني ان الفنانين دول انتوا دلوقتي بتعملوا ديتور بتلفوا وترجعوا لأهمية المدينتين اللي ما خدوش حقهم. والحقبة دي من الزمن النتيجة لعوامل كتير، كان في أدباء وشعراء ظهروا وكان لهم أهمية خاصة من اسكندرية، وكان لهم تأثير كبير جدا في المجال الفني على كل المستويات. ليالي مشيتك يا شط الغرام، وإن أنا نسيتك ينسى للمنام. ليالي للأسف إنه المنتج النشر في مصر عن الفنون محدود جدا من زمان، وده سبب إنه ما بقاش في دراية كاملة بالجمال اللي أنتجه الكثير من المصريين سواء سريالي أو غير سريالي. فنانين مصريين على مستوى عالي جدا عالمي، عندنا حب وشغف بالفن لازم الناس تشوفه، سواء المقتني يهتم انه مثلا يصدر يشارك في معارض، فيكون في مسؤوليه اجتماعيه انه الناس تقدر تروح
هذه المعارض وتتفرج على الأعمال. كوميتي جميل حقيقة لها دور رائع. أولاً أنها ساهمت في الكتالوج بتاع المعرض، والحقيقة هو مش كتالوج، هو لا يعتبر كتالوج لأن ده كتاب أرشيف في منتهى الجمال. يعني أنا ما شفتش معرض الكتالوج بتاعه بالمادة العلمية اللي فيه بالمنظر ده. لكن الدور أنا بالنسبة لي أنا المهم جدا الدور التثقيفي لطلبة المدارس والأطفال في زيارة المعرض.